قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم اجعلنا منهم. المساجد تنقسم إلى قسمين: مسجد أسس على التقوى كمسجد قباء، مسجد النبوي، المسجد الحرام، وكل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس إرصاد وكفر وتفريق ومحاربة هذا لا نقوم فيه. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بنى أهل النفاق مسجد، وهذا المسجد أطلق عليه مسجد ضرار مضارة بمسجد قباء. بدل أن يصلي في مسجد قباء مثلا صفين يصلي صف واحد، ما النية والقصد؟ الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، لا تقم فيه أبدا. فلا تظن أن مسجد ضرار هو ذاك المسجد الذي كان في ذاك الزمن فقط، لا، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس على الكفر والتفريق والمحاربة والإرصاد والله لا نقوم فيه. ولهذا الإشكال عندنا في بناء المساجد ليس في أن يبنى المسجد، لا، في من يقوم في هذا المسجد بعد البناء. هل تجعل هذا المسجد مسجد أسس على التقوى، تعين فيه إمام ومؤذن ولجنة تقيم السنة تقيم التوحيد في المسجد، أو يكون المسجد على ما ذكرنا لكم فيه قبور وفيه رقص وفيه شرك وفيه ذبح وفيه طواف؟ لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه. فالمساجد تنقسم إلى قسمين على ما ذكرنا. أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا، لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضرار فهو يصلي لمن؟ لمن؟ لله. لكن المكان يقرر فيه الكفر والتفريق والإرصاد والمحاربة منع. إذن كل مكان فيه تفريق وإرصاد ومحاربة وفيه شرك إذن ما يمكن أن نأتي فيه بأي عبادة، سواء كانت صلاة أو ذبح أو ما إلى ذلك. يسأل البعض يقول: أين مسجد ضرار؟ من يعرف؟ أخواننا أهل المدينة، وين مسجد ضرار؟ من يعرف وين مسجد ضرار؟ ها، وين مسجد ضرار؟ تقول: حتى لو أعرف لا يمكن الدلالة على أماكن الشرك واللهو والبدع والمعاصي، صح ولا؟ لو واحد سألك قال: الله يرحم والدك، وين الخمارة؟ وين أحصل الدخان؟ تدله؟ تشريك معه في الأجر وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. قال: وين قبر فلان؟ ما تدله. طيب، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطرد من كان في هذا المسجد من المنافقين، صح؟
ويعين في هذا المسجد رجل من الصحابة مثل معاذ رضي الله عنه مثلا، صح؟ ويحول هذا المسجد من مسجد ضرار إلى مسجد أسس على التقوى، صحيح؟ قال لا، ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وحرقه. سبحان الله، هذا إتلاف للمال. قال نعم، يجوز إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة، والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وحرقه حتى لا يتذكر الناس هذه الأمور التي أقيم من أجل هذا المسجد، مفهوم؟ إذن يصح إتلاف المال للمصلحة الراجحة، أو المصلحة الراجحة هنا حتى لا يتذكر الناس هذا المسجد. نعم، لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه. نعم، لكن أخواننا لا أحد يفهم، يعني بعض الناس تعرف يستعجل في الفتوى، يستعجل على الحكم على بعض المساجد، يقول هذا مسجد ضرار وهذا مسجد كذا. لا، ارجع للعلماء واستشيرهم في هذا الأمر. نعم، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في مدح أهل الإيمان، يوفون بالنذر. ما هو النذر؟ قال النذر لغة العهد والإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه. يعني غدا الآن يوم الاثنين، هل يجب عليك أن تصوم غدا؟ لا. فلو قال هذا الأخ مثلا: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدا، ألزم نفسه بشيء لا يجب عليه، تمام؟ إذن هذا هو النذر، تمام. يقول النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر، ولا ينعقد النذر لغير الله. إيش معنى ينعقد؟ يعني لا وفاء فيه ولا كفارة، بل تجب فيه التوبة، مفهوم؟ تمام. طيب، النذر لله، يقول النذر لله ينقسم إلى قسمين حتى نفهم النذر. أخواننا مهم جدا نفهم النذر، لأن كثير من الناس لا يفهم هذه المسألة. النذر يقول ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. العام هذا يشمل كل مسلم، كل مسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كان كالناذر فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا؟ قال هذا عندما الآن يحرم بحج أو عمرة لا يستطيع بعد أن يدخل في الإحرام أن يخرج منه، صح؟ حتى يتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فكان كالناذر إتمام النسك، إلا إذا أحصر، هذا موضوع آخر لا نتكلم فيه الآن. قال يوفون بالنذر، يعني النذر العام الذي يدخل تحت كل مسلم، مفهوم؟ إذن هذا القسم الأول من النذر لله، هذا النذر العام يدخل تحت كل مسلم، لأن كل مسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله كان كالناذر فعل الطاعات واجتناب المحرمات. الثاني وهو موضوع البحث ويكثر السؤال عنه، النذر الخاص. هذا قال ينقسم إلى قسمين: قبل التلفظ وبعد التلفظ. جاءنا الشيخ محمد وقال: أريد أن أتلفظ بالنذر، أريد أن أقول لله علي نذر أن أصنع كذا وكذا، أقول أو لا؟ نقول لا تقول. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والأصل في النهي التحريم، وإنما يستخرج به من البخيل، ولم ينذر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كاملة، كيف يستخرج به من البخيل؟ قال بعض الناس عنده مرأة عجوز يعني مريضة وقريب تموت، وهو يقول لله علي نذر إن شفى الله هذه العجوز أن أذبح بقرة، يقدر الله سبحانه وتعالى أن العجوز هذا هذه
ها تتعافى بإذن الله. يأتي ويسأل العلماء يقول ماذا أصنع؟ أنا نذرت بقرة. طيب لأنك بخيل، وكأنه هذا النذر نذر مقايضة، كأنك تقول يا رب تصنع لي أصنع، أعوذ بالله. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر الخاص، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن لو نذر هذا بعد التلفظ نقول إما وفاء أو كفارة يمين. هذا باختصار النذر. أعيد، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر، لا وفاء ولا كفارة يمين بل فيه التوبة. النذر لله ينقسم إلى قسمين، عام يدخل تحته كل مسلم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الخاص ينقسم إلى قسمين، قبل النذر نقول لا تنذر، بعد النذر إما وفاء أو كفارة يمين. مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالوفاء بالنذر.